مستثمر ورجل أعمال من منطقة الجنوب عنده فلوس وملايين ويبي يفتح محل عريكة وحنيد في الرياض ويبي السر اللي يخلي الزبون يدمن على العريكة. طيب أول شيء ما معه إلا حلة. كل شيء عندك حلين أنت يا جدة. أيوة لازم حلين يختار من واحد. طيب. الحل الأول دام معه فلوس شاركني. دخل على طمع. وأنا ذا وهب له الخلطة حقة العريكة. أوه. أيوة. منطقي. وأما الحل الآخر. فما ذا ويصير لا يفتح لعريكة وحنيد في الرياض يفتح عندنا في الجنوب. عندكم خير ما شاء الله ما يحتاج. يفتح عندنا وأبد أنا وأسوي له دعم. وإحنا نبي ناكل طيب عريكة أهل الجنوب. ما علي عندكم نعمة عن الجنوب ذا الحين مقدمة على تطور وعلى يفتح. ما احنا مفاضين احنا الآن ما احنا مفاضين نفتح برا الجنوب احنا عندنا أشغالنا الآن وتطورها صحيح؟ أيوة طيب.